ما قولكم في من يجمع الأموال باسم الدعوة يصرفها في غير مصرفها؟ هذا كثير عندنا. هذا كثير عندنا. لا، ليس عندكم فقط، بل في الدنيا كلها. يسأل أمام الله سبحانه وتعالى هذا رجل بارك الله فيكم يعتبر مفسدا منها، أخذ الأموال من غير حقها. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن رجالا يتفوضون من مال الله لهم النار، ومنها أيضا الخيانة للدعوة والخيانة لمن يعطي الأموال، ومنها أيضا الشحاتة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من سأل الناس تستر فإنما يسألهم جمرا، فليتق الله وليستكثر. ويقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس لوجهه مزعة لحم. والله بعضهم يا أخوان صاحب زراعة وصاحب غنم وصاحب بارك الله فيكم أموال، وقد ألف هذه الحرفة، يذهب إلى أرض الحرمين ويجد نعم رجل من أرض الله الواسعة ذهب وقال أريد أن أبني مركزا للعلم، ما عاد وأعطي 40,000، والمشرف على هذا المعهد فلان ابن فلان أعرفه، هو الذي قال لي. فماذا بقي مدة؟ لا بنى معهدا ولا عمل شيئا. فأين المال يا فلان؟ قضى علي في وانا في المطار. قال لا، لابد من المال. قال استرني سترك الله، استرني سترك الله. وقال ما اقبل منك حتى ترجع اليهم وتخبرهم في الذي حدث. فرجع الى النجيين المساكين واعطوا له 40 بدل 40. والله المستعان. ماذا يا 40,000 سعودية؟ 40,000 سعودية. فالمهم أناس ضيعوا أموال الدعوة من أجل هذا. فتجد كثيرا من التجار يا في غاية من الحرص وعلى إيصال المال إلى أصحابه، وهذا هو الذي ننصح به. وقد تكلمنا على هذا في رسالة ذم المسألة، والحمد لله.